ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. آمنت بالله صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. السادة المبدعون، أصدقاء المرحوم رشيد شباري، إخواني أساتذة والأستاذات، منبر الإعلامي الحاضر معنا، جمعية أمهات وأباء وأولياء، تلميذات وتلاميذ ثانوية الإعدادية وادي المخازن، أبناء التلاميذ والتلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في هذه الأمسية، أمسية الوفاء لروح الراحل رشيد شباري سمير رحمة الله عليه. ما عساي أقول في مثل هذه الأمسية غير الدعاء والترحم على روحه الطاهرة، لما أبدعه، لما أعطاه، لما أو لتضحياته من أجل تنوير أبنائنا التلاميذ والتلميذات. وما إقامة هذه الأمسية إلا اعتراف من أبناء وبنات الثانوية الإعدادية وادي المخازن بما قدمه هذا الرجل فرحمة الله عليه، رحمه الله وقدس روحه. شكري لكم على تلبية الدعوة، تكريما لروح الفقيد. الكلمات طبعا لا تطاوعني في مثل هذه المناسبات، خاصة وأن هذا الرجل رحمة الله عليه عرفنا فيه نبل الأخلاق، عرفنا فيه منهجيته في العمل، أحببت من خلاله كتابة القصة، وكذلك أبناء التلاميذ والتلميذات. فمرة أخرى واسمحوا لي، لأن الكلمات حقيقة لا تطاوعني في مثل هذه المناسبة، فاسمحوا لي أن أقرأ معكم سورة الفاتحة ترحما على روحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. تنسيق بين الأكاديمية الجهوية وبين جمعية الراسب.
ستؤثر ورشة في القصة يؤثرها القاص رشيد شباب من غرائب الظروف أنه لم تؤثر تلك القصة الورشة وإنما أثرتها المبدعة فاطمة زهراء بن عبد ولم يؤثر الورشة الأولى إلا سنة 2019 لكنه قبل ذلك حضر معنا الأسبوع الثقافي 13 في أمسية القصة تاريخ ليس طويلا مقارنة بالزمن لكنه غني كثيرا غني بالعطاء وغني بالتضحيات الشريط ستقدمه الأستاذة إلهام الزين التي أعدت لنا شريطا بالتعاون مع الزميل كان رشيد يقول من أجل التلاميذ يشيد الذكور وفعلا لم يكن يرفض أن يأتي حتى في أضيق الأوقات في غمرة انشغالاته ومرضه أيضا كان يأتي من أجل التلاميذ توقيعه لنصوص مسرحية أو نصوص مسرحيته نحن مختلفون أراد التلاميذ أن يعبروا عن تقديرهم لما يقدمه لهم المبدعون فاقترحوا تشخيص إحدى مسرحيات نحن مختلفون وهو الشيء الذي اعتبرناه هدية رمزية لرشيد وقد كان سعيدا جدا حتى أنه اقترح أن يأتي لتأطير ورشات في المسرح حدث هذا في فبراير 2017 تغيرت بعض الشخصيات لكن الشخصيات الأخرى لا زالت تذكر نص هذه المسرحية منذ ذلك الفيلم يشرفنا أن نقدم هذا العرض المسرحي مسرحية ليلة باردة من المجموعة أو مجموعة نصوص المسرحية نحن مختلفون في عمر الزهور
يدعى مسرور، يعيش في سعادة وحبور. إله أن أحاطت به السرور، وضاعف المحظور. مخدرات وتشرد وجنون وجنوح، ما زاد في عذاب الأم الحنون. طافت الأم المسكينة في المستشفيات ومراكز الشرطة، تبحث في شوارع المدينة. ما أصعب الفقد، الفقد، الفقد. مسرور يا مسرور، مسرور يا ولدي، أنت روحي وسندي. مسرور يا ولدي، يا فلدة الكبدي، غيابك أشجاني وراكم أحزاني، ضعف همي وسندي. مسرور يا ولدي، مسرور يا ولدي. هاتي شجرة، من يعطيني شجرة؟ أنا من أكون؟ من أنا؟ أنت لماذا تنظر إلي هكذا؟ أتعرفني؟ قل لي من أكون؟ من أنا؟ أنت مسرور؟ طبعا أنا مسرور وسعيدا أيضا. ألا تراني أنا كذلك؟ لا لا، أقول لك أنت مسرور وأنت أحمق. لقد قلت لك أنا مسرور، لكن أبحث عن اسمي، هويتي، أتفهم؟ انظروا كيف صار مسرور، إنه يشبه البدنجان. عرفتك، أنت لا تفكر إلا ببطنك، وأنت لا تفكر إلا بأنفك. أتذكر، أتذكر عندما طلب منك الأستاذ ذكر نوعين من السمك؟ قال له الأستاذ: أذكر نوعين من السمك، فقال: السمك المشوي والسمك المقلي. مشروع، مشروع، ابتعد عنه. مشروع، لماذا تضحك علي؟ انا لا اضحك علي، انا اضحك معك. مسرور، مسرور يا عزيزي، ما بك؟ اين كنت؟ من انت؟ اتعرفني؟ الم تعرفني يا مسرور؟ انا صديقك. صديقي، هاتي سيجارة انت صديقي. انا لا ادخن، وعليك انت ايضا ان تكف عن تعدي الى هذه السموم. اذا لا تقل صديقي، ابتعد عني. ارجوك يا مسرور، عد الى بيتك، الى امك، ستجن بالبحث عنك. قلت لك ابتعد عني. راسي، راسي يؤلمني، جسمي يرتعش. مسرور، تعال، أنا أمك.
عادت الفرحة والسعادة إلى البيت. قام بدور الراوي أي علمي. قام بدور التلميذ الأول أي طقن. والأم أي سلمى. التلميذ الثاني خديجة اليوم. والتلميذ الثالث مريم حجي. جماعة الخير محمد رضا شاهر. والتلميذ خمسة يوسف سكيسة. الجماعة الشهر هي بابهجة خولة الغالي أي ولد علم. وقام بدور مسرور نبيل البقالي. وهم يرون شرب الشظايا
المختلطة بالتراب والأحجار تخترق فضاء الراحة وأطراف الأطفال ورائحة البارود تنبعث من حيث الانفجار تخنق الأنفاس. مات الأطفال الستة أو يزيد العدد. تطايرت أوصالهم وتساقطت في حفرة اللغم التي احتضنتهم قبرا جماعيا بعد أن تراكم التراب المتطاير على أطرافهم وجماجمهم الصغيرة المهشمة. كانوا ستة وسابعهم ضابطهم أو سبعة وثامنهم ضابطهم. حين أكد لهم هذا الأخير وهو يتأمل خريطة ملونة بأصباغ الدمار ولون الدم، من هنا مر العدو. احتفل الضابط بانتصاره على العدو وعلقت على صدره الأوسمة والنياشين. بعد سنوات أو أقل نمت على القبر زيتونة علقت على أغصانها كل الأوسمة التي نالها رجال القرية ممن شاركوا في حرب المقاومة. في انتظار أن تجهز الفرقة التي ستشخص مسرحية أخرى من مسرحيات نحن مختلفون، أطلب من أحد أصدقائي المرحوم أن يتقدم بشهادة. الدكتور عزيز قنجر. السلام عليكم. مساء الخير. شكرا مؤسسة المخازن على هذه الدعوة الكريمة. شكرا صديقة فتحية بو على تنسيق هذا الخبر. الشهادة كما كتعني في أحد أيام صيف 1988 تعرفت على سمير شبال والذي سأعرف بعد مدة طويلة أن اسمه الحقيقي هو رشيد شبال، لكن سمير كان هو الاسم الذي غلب على اسمه فعلي رشيد في فترة كانت الأسماء تتبدل تبعا لتلك التي تنتقيها لنفسه أو ما جرى ودرج عليه الآخرون تجاهه. لكن سمير نحى رشيد بعيدا فكان اسم سمير يلتصق به ويرفعه إلى قمة توهجه ويطفي عليه هلقا ولألاء غير منقوصين. كان اسم سمير حينها جميلا ورنانا وينفذ إلى أعماق الذات، وبعد أن عرفنا أو عرفت أن اسمه رشيد لم يغير ذلك في الوسم القديم وفي التسمية القديمة. لقد نجح سمير في لف رشيد وإدراجه إلى مواقع متأخرة. إن سمير بالنسبة لي صار هو الحقيقة ورشيد اسم لم أحس يوما أنه يشمله. لقد نجح سمير في اختراق الطقوس والعلاقات والمؤسسات إلى قلب الذات الحميم، فكان رشيد سميرا في أخص ما هو وفي أعمق وأوثق ما يشترك به مع رفاقه الكتر. كنا شبابا أو على مقتبل الشباب، كانت الأجواء مشحونة بالنقاش من السياسة إلى الأدب بكل تفريعاته إلى الفلسفة وإنتاجات الفكر المعاصر. وكان بيننا طلبة جامعيون وخريجو جامعات نشطوا بين صفوف صفوف الطلبة وأهدوا تجربتهم بالمعارف والأفكار الحديثة، وكانوا مركز استقطاب لكل طلبة المغرب الذين يحجون جماعة إلى العلائش في فترة الصيف هربا من القيد وطلبا للاستسقاء بنعيم النقاش الذي يخنقه هذا التوافد الكبير للطلبة المغاربة إلى المدينة. كان اسم الشاعر محمد عابد والقص محمد الجزار يشغل هذا الجانب. لست أدري بفضيلة فيهم استطاعوا ذلك. كنت أتساءل أحيانا كيف استطاعوا أن يلموا كل هذا الخلق حولهم ويرتبون استقبال كل وافد من الوافدين الذين لم يكونوا يتوقفون طيلة الصيف وأيام العطلة. وفي هذا التوافد العالم كان النقاش يكبر ويكبر، وأحيانا لم نكون
لم نكن في سننا نستطيع مجاراتهم في الفهم، لكن ذلك النقاش العميق كان يحفزنا على القراءة والقراءة بكثرة. وفي هذه الأجواء تعرفت على سمير. كان نحيلا لكن منسبا، متواضعا لكن شامخا، وصامتا لكن شخصا، بليغا بلغة البلاغة وبلغة المنطق. كانت نقاشاتي مع سمير تستمر إلى آخر الليل من على مقهى نادي الموظفين، حيث كان يفضل أن يشرب قهوته المسائية، حيث كانت تلتحق به نجاة زوجته التي ستصبح فيما بعد زوجته. ومن هنا كانت تمتلك أمسياتنا الفكرية. كان سمير إمتاعا خالصا، كانت طرقه في تهشيم ونقد الأفكار التي كنت أعتبرها مسلمة لا يضلها النقاش، حتى طريقة النقاش حتى طريقة مبتدعة، فتعلمت إلى جانب حس الفكر النقدي المنفتح على الأسئلة العميقة والحالقة. كنت أطارده أينما استقر وجلس، ومن خلال ذلك هم الوافدون على المحمدين عبد الجزار. فتحت عيني على أسئلة الوقت الحالقة، أسئلة حول الحداثة والتقليد والأصالة والمعاصرة والتراث والتجديد، وأسئلة الإبستيمولوجيا والفلسفة والتاريخ. ومن خلالهم بدا لي أن كل ما تعلمته في المدرسة لم يكن سوى العتبة والباب التي ينبغي أن أطل منها على العالم من خلال القراءة والكتاب. ومن خلالهم أيضا طلعت من قريب على أجواء الحركة الطلابية المغربية وأسئلة الاتحاد الوطني للطلبة المغربية. كان ذهاب سمير إلى طنجة نوعيا، حيث كعادته لم يكتفي بالوقوف متفرجا على مآلات الثقافة في المغرب، بل عمل على تنزيل أفكاره على أرض الواقع، فشغل منصب الكاتب العام لجمعية الراصد الوطني للنشر والقراءة بطنجة، وانغمس في الكتابة للقصة والمسرح، فكانت مجموعته القصية سر مرة وعلق المنام. لم يغب سؤال الموت عن سمير، فقد صاحبه في جميع الكتابات، حيث عاين الموت وازدراه. وعندما بعث لي بمجموعته القصصية علق المدافن بإهدائي يحطني فيه على مواصلة الشغل، كان غلاف الكتاب يحمل صورا للمقابر والمدخل النثري الذي يليه الموسوم بالفاتحة. كانت رؤية ما بعد الحياة لما هو عليه الحال، فكتب سمير يناقش الموت وكأنه يستدعيه، كأنه ينظر إلى نفسه ويقول: وما أنت سوى حلقة دائرة لا متناهية اصطدمت إحدى حلقاتها بشعاع شفاف أشرقت فيه روحي. ويقول أيضا ملخصا مسارا متعرجا من حياة، يقول: وكنت أنت تتطلعين بنشوة الشامت تستعرضين شريط العبث منذ الولادة حتى النهاية كمسلسل تنقلك من ألم إلى وجع إلى مأساة ثم كفن وممات وصلاة. هكذا باختصار يعيد سمير تنظيم كل المسار فيتجه مباشرة إلى الموت، ويقول: يراودني شرود الموت وتنسدل ستائر الغشاوة عن عيني، ويتحلق اللفيف حولي، لا يتوانى دائما في توجه الكلام إلى الموت الساكن في أحشائه والذي كان ينمو في غفلة منا، ويقول: لا أطيق النظر في عيون الموتى، فجأني السؤال سؤالك عما وراء الموت، وأنا اللائم تثاقلك كنت أناسع مصيري المؤجل إلى، وينهي بالقول حاسما: لم أمت وإنما هي هجرة أطهر بها نفسي من شرور آدميتي، أنا المهاجر إلى مستقر السر، أبغي الخلود صفة كاملة أو العدم صفة كاملة، تعبت من طفل هذا الجسد الذي يغلفني ويستبعدني. كان سمير حينها يستعد للانتقال، كان يودعنا بنفس أبية حتى لا يذكر أحد خذلانه بالحياة أو رحمة الموت الكاسح قد أقعده ليسجل تراجعا في جبهته المنتصبة للحياة. في أحد الأيام كتبت مقالا عن المسرح العيادي، كتبته بعنوان تجربة جديدة رائدة لخليل بن العزيز. قلت في هذا المقال: المسرح بن العزيز العيادي مختلف. قلت أنا هذا الكلام، قلت: مسرح بن العزيز العيادي مختلف، يخترق الوجود والجسد ويعيد ترميمهما. فالمسرح العيادي لدى بن العزيز يعيد للمرضى إمكانية ترميم جسدهم الخاص الذي سرق منهم في لحظة صرع أو غشاوة أو نوم. اقتسم سمير المقال على صفحته في الفيسبوك وكتب لي: سلاما عزيز، رتق الجسد بعد الغفوة قد يكون ممكنا، أتمنى. هكذا كتب رسالته. في الغالي كان سمير يشيع إلى متواه الأخير. شكرا لكم على حسن انتباهكم. شكرا لك على هذه الشهادة.
أبعاد مسرحي الثالث يلخص الرؤية من فلسفية ما أحوجنا إليها في هذا العصر. نص: نحن مختلفون، ربما لا يخضع لشروط المسرح، لكنه رسالة لنا جميعا. يقدمه تلاميذ ثانويات وادي المخازن الإعدادية. أنا أيضا أريد أن أرى لون عيني
آبائكم جميعا، تعتقدون أنكم سترعوا وجهكم في المرآة؟ هاها، وهل سنرى وجهي أنت؟ وقل لنا أنت لك يا عاصمة، كيف وبماذا سنرى أنفسنا؟ وصموت أيضا، ولكنك تملك السلطة على جميع الأبواب.
إن كان للألوان فأنا موافق، وإن كان سيار أيضا تحتاجه لمن يبنيها عن تعصبها. لدي خطة ليست بنيئة بالتأكيد ولكنها ذكية. ولكن كيف يمكننا ذلك؟ اسمع، بدل أن يحاول إقناع الأطفال بحتمية الاختلاف وضرورة التعاون وهي بالنسبة لهم كلام إنشائي لا مصداقية. أنت النور يا ضوء، لا تقطع عنك مسارات الأنوار، تنير الطرقات في العتمة، فكيف لا تنير العقول وقد أظلم جهدها؟ أفسح لها خطتي. بدل أن نحاول إقناع الأطفال يجب أن نساعدهم لتجاوز هذه المشكلة والعيش رغم الاختلاف. أعرف كل هذا، نريد الحل. أما الواقع فكلنا نعيشه، نشاهد ونرى، نتتبع ونسمع، نريد الحل. كيف يمكننا نجعلهم يؤمنون بالاختلاف؟ نعم شكرا لكم.
بالنسبة لأبنائنا أذكركم أن هناك جائزة لحسن الإنصات ستسلم في الحفل الختامي. ولكن هو لم يستسلم لهذه القله او هذا الفرق
أو إلى ذات الهزالة بقدر ما حاول قدر المستطاع وأحيانا أكثر أن يتفاعل حتى مع هذا الوضع الاستثنائي في الاتجاه الإيجابي. قلت إذن ستبقى المسألة الإبداعية عنده شعلة خلاها حاول بكل ما استطاع كما ذكرنا سابقا أن تستمر في التلاميذ على اعتبار أن التلاميذ الآن هما الآفاق الخلاقة للمستقبل وهم أساسه بصراحة. بالإضافة إلى أنه سابق كانت فيه خاصية يعني أساسها هو القبول بالآخر، يعني الإيمان الراسخ بالتعدد والتنوع والاختلاف، وهو ما حاول التلاميذ الآن قدر المستطاع الإبداعي ونجحوا يعني إلى درجة جيدة وعالية أن يوصلوا رسالة أنه نستطيع أن نتعايش في أفق التعدد والتنوع والاختلاف. التعدد والتنوع والاختلاف هو أساس هذا التعايش الذي يؤهلنا لكي نكون أدميين وإنسانيين وحضاريين. إذن ستظل روحه تحلق دائما في سمائنا على اعتباره قوة الضوء حاولت قدر المستطاع في مسارها المهني والحياتي والنضال أيضا والأسري والتربوي أن توصل وردة إلى عموم الناس في حياتنا اليومية والاعتيادية. وشكرا لحسن الإصغاء. شكرا للشاعر والأديب إدريس الطوش. الشهادة الثانية لصديقي الراحل الشاعر محمد عبد. أنا تعرفت على سمير سنة 1983، يعني الموسم الجامعي 1983-1984، بمعنى علاقتنا امتدت على مدى 35 سنة. وكان أول لقاء لي معه بجامعة فاس، وابتدأ لقاؤنا الأول على أرضية الاختلاف. كان نقاش ما في الجامعة واختلفنا على أمر ما، وكنت متشنجا، لكن هدوءه وقدرته على تدبير الاختلاف أعادت لي هدوئي. منذ ذلك الوقت ونحن أصدقاء نتفاعل نتواصل، وكان كل عطلة الصيف يقضيها معنا هنا بمدينة العرائش هروبا من صيف قصد قاسم الحارق. طبعا كانت الأجواء التي نخلقها هنا بالمدينة هي أجواء مع الأصدقاء، كل أصدقاء المدينة، أجواء نقاش، أجواء إبداع، أجواء تواصل على جميع المستويات. تعرفون أن المرحلة التي مرحلة الثمانينات كانت مرحلة فيها احتقان كبير سياسي وثقافي أيضا وفكري، وكنا كشباب يعني شباب في عنفوان الشباب في عنفوان تمردنا نتفاعل مع هذه القضايا بكثير من التفاعل المبدئي، أقول المبدئي، وبكثير أيضا من الصدق. لأن
تستمر علاقتي بسمير إلى أن أنا أنهيت دراستي سنة 82 جامعية، لكن هو لشروط أخرى بقي بجامعة فاس، كان شروط المتابعة، كان شروط الاعتقالات، ظروف قاسية جدا عانى من سمير، متابعة وأجواء كانت مكهربة جدا، حتى خرج من جامعة فاس سنة 90، التحقنا أنا وإياه في مركز تكوين المعلمين هنا بالعرائش، وكان قد أصبح عرائشيا بارتباطه بالمدينة، أصبح له علاقات إلى غير ذلك، ومارسنا العمل الجماعي سويا، تفاعلنا مع ما كنا نقوم به هنا سواء في النادي السينمائي أو سواء عبر أنشطة ثقافية أخرى، حتى عيننا في مناطق مختلفة، لكن رغم ذلك فدائما سمير بقي مرتبطا بالفعل الثقافي، أسس بنواحي بولمان على ما أعتقد التعيين الأول ديالو، أسس جمعية ثقافية، جمعية الهدف، وأذكر أن عزيز زاره زرته بنواحي بولمان وأسس جمعية ثقافية وحرك المشهد الثقافي بتلك القرية الصغيرة، وجمع حوله فاعلين ثقافيين وجمعويين، وكان لهذه الجمعية التي أسسها دور كبير في تقدير التلاميذ ثقافيا، ودور كبير أيضا في إخراج تلك القرية الصغيرة من عزلتها. سمير كان يؤمن دائما بالآخر كما قال الأستاذ إدريس عدلوش، ويؤمن بجدوى الفعل الثقافي، كان يؤمن بجدوى وأهمية الفعل الثقافي مع الشباب، مع الشباب، لذلك كان يقضي كل وقته إما مساهما في ندوة أو مؤطرا لورشة أو مناقشة مع شباب من مختلف يعني مختلف الأعمار في مقهى، قد يجمع شباب في مقهى ويتناقش معهم ويتحاور معهم، حتى أنه كان يأتي في القرية الصغيرة يقدم بعض الدروس دعم في تخصص الأدب العربي أو مع طلبة البكالوريا أو في ما يحتاجونه من دعم أو كل ما يطلبونه لسمير، فكان سمير دائما مع هؤلاء الشباب إلى أن انتقل للطنجة وخلق دينامية جديدة أخرى مع هذه الدينامية، أصبح يبتعد عن السياسي، ووجد أنه كان له ارتباطات سياسية ونقابية، أصبح الإبداع يأخذه، وأصبح إذا أصبح جدوى الإبداع أكثر من جدوى الفعل السياسي والنقابي، لأنه كان يقول دائما الإبداع يبقى ويعني له يعني له تأثيره على المتلقي. إذن في طنجة خلق دينامية جديدة ومهمة عبر الراصد الوطني للنشر والكتابة، وكان قد سبق أن نشر مجموعة القصص الأولى صورة امرأة، مع الدينامية الجديدة ومع تطور ونضج الرؤية الفكرية والإبداعية والثقافية لسمير، نشر عملا جيدا وهو أرق المدافن. أرق المدافن هو عمل مختلف عن صورة امرأة، للأسف العمل الروائي الذي كان يشتغل عليه، نتمنى أن يخرج إلى النور، هو عمل جيد جدا، أنا اطلعت تقريبا على العمل، هو عمل مختلف وسيكون إذا نشر إضافة نوعية للمتن الروائي، إضافة مختلفة تماما للمتن الروائي المغربي. قلت على أن هذا الاشتغال الجمعوي
بموازاة مع اشتغال التلاميذ، وهذا هو المهم أيضا، أنه في المؤسسة التي كانوا يدرسوا بها سواء في ابتدائي فقد اشتغل كثيرا مع التلاميذ، أنجز عروض مسرحية مع التلاميذ عبر أوراق المسرح وعروضا مهمة وفاز بجوائز في مهرجان المسرح المدرسي، ثم أيضا اشتغل مع التلاميذ الثانوي عندما كلف بتدريس العربية بثانويات طنجة، واشتغل مع التلاميذ في مجالات عدة منها المسرح، من الكتابة، ورشة الكتابة التخصصية، ودفع للتلاميذ أن ينتجوا، فيدفعوا التلاميذ ويحفزهم على أن ينتجوا، وبعض من تلامذته الآن نشروا، أعتقد أنه تلميذ وتلميذ آخر نشروا بعض أعمالهم القصصية ضمن منشورات رونق، وهذا هو الفعل الحقيقي، هو أن تفعل وتؤطر تلاميذ لتجدهم في المشهد ينتجون، إنهم المستقبل. ما لم يتحقق لسمير كحلم وأنه حقق انتهى منه القسم والتحق بمركز التبتل الفني الذي خلقته وزارة التربية الوطنية، وكان حلمه حقيقة، وكان بدأنا في النقاش في هذا الموضوع ونشتغل عليه بحكم ارتباطي أيضا بمسؤول الأنشطة المولية، هو أن ننجز عرضا مسرحيا جهويا، يعني أن نأخذ تلاميذ من تطوان، من حسيمان، وننجز عرضا مسرحيا جهويا، ونشتغل على مجموعة صوتية جهوية، وننتج معرضا شكليا جهويا، كان هذا ثلاثة مستويات اللي كنا تنفكروا بهم ونشتغلوا بهم ونتقدموا بهم، كان مشروع الأكاديمية للأسف خطفه منا الموت، ولكن سمير حي بيننا، خير دليل هو هذه الروح التي ترفرف بيننا كما قال الشاعر إدريس علوش وكما قال الأستاذ عزيز طنجة أيضا في كلمته، لروحه السلامة والسكينة، وشكرا على هذا التقديم. شهادة ثانية أيضا لصديقي الراهب المبدع القارص محمد جزار. كتميز به الثانوية الإعدادية والمخازن كل سنة. في الحقيقة إذا كنت عن تنبأ بالملامح ديال سمير الآن وهو في متواه المظلم، كيظهر لي أن نورما ينبعث، وهذا النور كيتجسد فيكم. أقدر أقول هذا الكلام لأن الاستمرارية ديال هذا الفعل هذا المتميز اللي هو ثقافي وكيعبر على واحد البهجة ثقافية، ومن هنا كيجي النور ديال المبدع المؤمن، رغم أنه مدعنا والأسى يغمر قلبه، ولم تتح له إمكانيات في الزمن ليستمر ويتقوى مشروعه الثقافي كما كان يحلم دائما. في الحقيقة أنتم هم الاستمرارية بالإبداعات ديالكم وفي الكتابات ديالكم، سواء في القصة أو الشعر أو المسرح أو في التشكيل أو في أي لون من الألوان الإبداعية، وفي الحقيقة كتميزوا بها كتلاميذ على صعيد الإقليم. في الحقيقة ما كان لسمير أن يهدأ له بال لو لم تكن هذه الاستمرارية
لان هذه الاستمراريه هذه هي التي تزاحم واحد طرف اخر ثقافي بين قوسين نسميه اللي كيظهر في السطحيه، لان علامات التصحيح الثقافي ولات منتشره بكثره، والدليل على ذلك ان حتى اللي كيستثمر الاموال ديالو راه سمير كان كيخدم بامكانيات بسيطه جدا. لو كانت عنده امكانيات باش يبين على تفاصيل المشروع الثقافي اللي كان خدام عليه، لو كانت تكون واحد النتائج اللي هي مذهله جدا. تصور ان واحد المجموعه ديال الاستثمارات للمدينه، الا بغينا نقسموا الخريطه ديال التجسد الفعل الثقافي فيها، يبان لك انه ضعيف. علاش؟ حيت ولا واحد الزحف ديال الاسمنت والعمارات، المحلات ديال الالبسه، اهتمام بزاف بالنسبه لاغلبيه الشباب كيهتموا بزاف باللباس وكذا، كتجبر واحد تسحم بزاف على كليندي مثلا، كتجبر مثلا ما كاينش محلات اللي هي بحال المكتبه مثلا. المكتبه بالنسبه لنا كانت بحال نادي ثقافي، المكتبه راه علاش تدخل المكتبه وتسال فيها وتشوف المعروضات ديالها، واحد اللحظه اللي هي كبيره بزاف، وكنا كنحترموها وكنقدسوها. حاليا بشكل عام توجه لما هو ثقافي ولا فحال اللي ضعيف. وعلاش كنقول انا نتوما هما الاستمراريه؟ لان المهمه ديالكم غتكون متميزه، لان غتحاولوا ما امكن تخرجوا من هذا التصدر وهذه السطحيه اللي زايده الى حد ما، ولا سيما انها مكتفه بزاف وسائل ديال التواصل الاجتماعي، فيسبوك وواتساب ويوتيوب وكذا. كاين واحد الاجتهاد كبير في هذا الجانب هذا، ولكن هذا الجانب الاستعمال ديالو راه ماشي مشكل، ولكن المشكل هو يمتصك ياخذك، بمعنى يبتلعك وتولي انت ما كتنتجش حتى حاجه، بمعنى تولي انسان كيستهلك ما هو ثقافي ولكن ما كينتجش. كنظن انكم في الطريق الصحيح، وهذا هو الطريق اللي كيخلي اللي غيخلي دائما سمير انه يطلق ديك البهجه ديالو، رغم انه في قبره. من الطرائف بها غنختم الكلام ديالي، ان اللي ذكر السي عزيز قنجع قبيله الاسم ديال سمير، عنده واحد الجاذبيه واحد الخفه اكثر من الاسم الاصلي ديالو، واللي معروف كما قال لي الاستاذ بديل المفقي، والملاحظه بلاصتها هو ان الناس اغلبيه كيختاروا اسم مستعار باش يتشهروا به، هو اختار سمير باش يتخبع في وسط منه، لان الظرفيه كما قال الاستاذ عبيد ان ديك الظرفيه كان فيها احتقانات سياسيه وكذا، عندها حساسيه، لذلك كان هو كيختار هذا الاسم باش يتخبع فيه. وشكرا. يعني في فضاءات مختلفة. بالنسبة للعلاقه اللي جمعتني انا بسمير، الحقيقة اخوان شادو بزاف، هو نفس السياق، يعني في اواخر الثمانينات في 1980 عندما حل بمدينة العريش، يعني هو اصل ديالو من سيدي قاسم، يعني في منطقة حي سميتو حي الزاوية، الحي هذا هو حي شعبي. فسمير عندما حل بمدينة العريش التقى يعني بمبدعيها يعني بفنانيها وبخاصة بنادي يعني أعضاء الليكا الراشدين في النادي السينمائي. ومن هنا التقيت أنا مع كان الأستاذ محمد عبيد الشاعر وكذلك محمد جزار، فجمعنا واحد شلة صغيرة كنا كنلتقي يعني حول الإبداع وحول
ثقافة وحول يعني جمعنا كذلك ساحة نضال يعني في تلك الفترة يعني كانت تعج يعني بالحركة النضالية يعني وكان النادي السينمائي في تلك المرحلة يعني بؤرة للإبداع. في النادي السينمائي كتلقى المسرح كتلقى يعني السينما كتلقى المحاضرة كتلقى النقاشات يعني ذو مرحلة يعني كان الإبداع مرتبط بالنقاشات اللي كانت في المرحلة يعني المشاكل اللي كانت في المغرب وكشي كان كلها كانت زحمة يعني للنقاش واللي بالنسبة للسبب ديك اللحظة يعني بالنسبة لي بصراحة أولا كنعرفوا أنه كان مهتم بالسينما كان يحضر يعني كل أسبوع كان السينما أبينا كانت تعرض أفلام وتناقش وكان يحضر معنا ويعني وكما قلت أن النادي السينمائي كان هو يعني فضاء للإبداع في المسرح وهو بالجوانب الأخرى مع المانشيش اللي شارك أخوان كاملين ولكن بعض الجوانب الأخرى لا يعرف القليل عنه هو أنه فنان يبدع على آلة العود كيضرب آلة العود بشكل يعني ممتاز واحتفلنا بإبداعاته في الحقيقة كتب قصة سرة من رأى احتفل به المبدعون انضمت لهم مجموعة من الحلقيات يعني يعني مجموعة من الأنشطة اللي اهتمت بالإبداع ديالو تم توقيع أعتقد في النادي الموظفين يعني أنا بهذه المناسبة ما بغاش نحاول نرجع الذاكرة للجميع ولكن أنا كنقول خاصة التراث ديالو يتم مجمعه مطالبي باش نجمعو التراث ديالو يعني في مدينة العرائش يعني فهناك إرشيف والإرشيف غني ويمكن أن يساهم في إضاءات حول شخصية يعني الكاتب الراحل كذلك ما عرفش كان شي جوانب أخرى مساهمة ديالو في مجال الثقافة يعني غزيرة فهو بالإضافة إلى مساهمتي يعني في النقاشات اللي كانت كثيرة يعني فهو يعني حركي يعني تكون في الجامعة فكان يساهم كذلك ما عرفتش حتى ديك المرحلة ديال فاس صدقني أنا شخصيا زرته تما وكان يتخفى يعني في اسمي الحركي سمير علاش لأنه كان ملاحق لأنه كان عنصر حركي داخل الحركة الطلابية وحتى وهذه الملاحقة هذه مات سنة من أحسن 94 يعني عاد ترفعت يعني من بعد الفراغ السياسي اللي وقع في المغرب عاد باش ما بقاش ملاحق لأنه كان يتخفى في اسمي الحركي فكان هو سميته رشيد الشبابي وكان كيسمي كي الناس كيعيطوا ليه سمير أنا بنفسي ما حتى الأخير على عرفت بأن ما كانش كيقول الناس كيعرفوا بأنه هو رشيد الشبابي ساهم في الحقل الثقافي يعني في مدينة العرائش بصفة خاصة وكذلك في مدينة طنجة في يعني سواء في المجال التربوي في المجال الثقافي وبصفة خاصة في إنشاء يعني رونق الإبداع وهذا يعني نشر الكتاب وكذا بالإضافة إلى إنتاج مجلة الصقيلة وكان يعني هذا المشروع هذا كما أشار الجزار كان مشروعا صغيرا ولكنه كان يضاهي كبريات يعني المنتديات الثقافية وال يعني هذا لأنه كان يعني ساهم في إبراز عدم الكتاب يعني المبدعين برزوا بأن حقيقة النشر وقضية النشر ويهتم بقضية النشر والكتاب شحال الكتاب كانوا رائع كانوا مغمورين هما كتاب بصع ولكن كانوا النشر كنعرفوا في المغرب كانوا دائما متحكمين فيه واحد يعني حتى كاين لوبيات الحقيقة الثقافة كاين لوبيات عندها ارتباط بالولايات السياسية خصو تيكون بالحزب عاد باش ينصرو له لا في الجريدة ولا فهو يعني ساهم في فك الحصار على مجموعة من الكتاب وبرزو ودابا راهم أصبحوا روائيا كبار يعني كينتجوا يعني نقولوا مجاميع سواء قصي أو روائية يعني أصبحوا يعني خذوا الأخر ديالهم وكذلك تلك الشاب لأنه حتى في الإبداع التلاميذي ساهم في إبراز مجموعة من الأسماء ما عرفتش كان عندي شي أفكار أخرى ما هيش ورقة في الحقيقة لأن تفاجأت الشاعرة فتحة البوقات اللي تمشاهدة ونتمنى إن شاء الله مرة أخرى نزيدو نجمعو هاد الشغرات اللي أنا باش يمكن نساهمو في جميع التراث
السمير والرحمة علي والسلام علي في هذا اليوم. شكرا. سليمان تقدم معنا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا المرحوم رشيد شبالي سمير قدم لنا الكثير والعديد من الورشات التي استفدنا منها، وبفضله ارتقى اسلوبنا وتعلمنا الكثير والكثير، وتخونني الكلمات والرصيد اللغوي للتعبير عما قدمه لنا. وشكرا. قبل أن نختم بكلمة رئيس المؤسسة، لدينا سؤال للجمهور والذي سيحصل على جائزة حسن الإنصات في الحفل الختامي. السؤال: في أي سنة تعرف الشاعر محمد عابد على الراحل رشيد شبالي سمير؟ السؤال: في أي سنة تعرف الشاعر محمد عابد على الراحل القاص رشيد شبالي سمير؟ تعرف عليه سنة 1983-1984. Go ahead.
قدم التسميه ديالك. محمد نقموش. نقموش ها؟ محمد رضا النقموش. إذا محمد رضا النقموش يفوز بجائزة إنصات. هاي السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى أعود إليكم لأشكر كل من ساهم في هذه الأمسية التأمينية ترحما على روح الفقيد رشيد الشبالي سمير رحمة الله عليه من خلالكم ومن خلالي، وأسألكم الدعاء له لأنه الآن في حاجة إلى دعاء. وأشكر الضيوف الكرام لأنهم صراحة حولوا أمسيتنا التأمينية إلى ورشة تكوينية بامتياز لتلامذتنا، وأكاد أجزم أن أبناء التلاميذ والتلاميذات كانت لهم فرصة